سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ معاكم مستر احمد، واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو ده يا جدعان هيبقى معمول قبل بدايه سيزون 8 على طول، يعني في البري سيزون، في اخر 3 ايام في البري سيزون. فعايزين بقى نسخن كده حلو. الحمد لله الواحد الميكانكس بتاعته رجعت نوعا ما، فعايزين ان شاء الله نطلع اعلى من بلاتينم السيزون ده. انا مش هقول لك دايموند تاني، لان اعتقد الدايموند هياخد فتره شويه لغايه ما الميكانكس والجيم سنس يرجعوا بنسبه 100%، بس هنسخن ان شاء الله في الفيديو ده، لان احتمال كبير الفيديو اللي جاي يكون في البليسمنتس بقى بتاعت سيزون 8. فيلا بينا يا جدعان نبتدي. هلا تعال بص يا جدعان، ده البوك اللي داريوس بيعمله في الاول. بص بص بص، انا موتت الواد ده. لا لا فيكس. مات. كاركتر كانسر بغباء يا جدعان، اقسم بالله. مات. لا. عبيط ده ولا ايه؟ وات؟ ازاي؟ البينج عندي 21000. اوكي باي. تعالى بس تعالى بس. بتاعتنا دي بتاعتنا ان شاء الله. اول جيم فيكتوري، يلا بينا على الجيم اللي بعده. الله غلطة عمري. ممكن اخده ايف في نورمال هيت بس لو جت صح. اضرب اضرب اضرب. اوكي
Yeah. Hello. Like us the ship. Hi there. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many boom. Obstacles, boom. You gotta stop it, boom. You gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm حلو الكلام قوي. خلينا نخلص ام الجيم ده. Cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. But you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? طيب يا جدعان تاني جيم ايزي بيزي ليموني سكويزي. مش عارف ايه الناس دي مالها بتخسر بسرعة كده ليه. يلا بينا واحد تاني. شنو في البلاطه كده الله العيال دي لعيبه فاهم انا عايز ايه قلت متقش معديه من جنب قفايه الله يا جدعان شافوه يا جدعان الله انت راجل محترم يا عم الجيم ده محتاج ان انا كده اخدهم بنتا كيل انا متفائل ان الحته اللي جايه دي بنتا كيل يا جدعان والله بتكلم بجد مش بهزر نار اسود ومنير انا ايه اللي انا عملته ده الله only know you've been high when you're feeling low only hit the road when you're missing home you only know you love her when you let her go but you let her go look see I remember when I met you as a sophomore started out as friends but I knew that we would grow more you can take the rest more with your favorite dress on that's one of my favorite memories that I've kept on the road with me الله عليك يا نمي الله العظيم بجد الله عليك يا نمي when it wasn't for free that's why these thirsty bitches didn't come here with me move along girl there's nothing to see and what a blessing every second قال لك يا الواد ده مش عاجبني I'm missing nights when you call checking in girl I love I ain't seen it
جي يا جدعان. حلو الكلام يا جدعان. اللي عمل كاري للجيم ده نامي بصراحة يعني. طب يا جدعان لغاية هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. ان شاء الله خلاص احنا رجعنا يا جدعان. ومش هنزل فيديو كل اسبوع زي ما متعودين. هنزل برتم اعلى شوية ان شاء الله. يعني كل 3 ايام ماكسيمم ان شاء الله. طبعا هندي هنا الاونر لنامي. شكرا جدا يا جدعان. كان معكم مستر احمد والى فيديو جديد ان شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.